كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث توجه إلى المنظومة الإلكترونية لبوابات دخول وخروج موظفي الوزارة، ثم تفقد عددا من مكاتب العاملين بالوزارة وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات وعدد من الملحقات الأخرى بالمقر، منها المركز الطبي والعيادات المجهزة لاستقبال الحالات المرضية من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها. وخلال الجولة أجرى مدبولي حوارا مع عدد من العاملين، مؤكدا أنه يتم الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.